بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الكامبس اللي هي وانا برسم البايب ازاي اتحكم في الزوايا اللي هو هيرسم فيها. تمام. طيب انا هبدا ارسم بايب، فهقول له روت بايب. ممكن انا ارسم مجموعه من البايب، يعني مثلا بايب من البامب واحد لقلب مثلا الخزان، او من بامب واحد لمجموعه البامبات اللي هناك. فاقدر اخلي كل مجموعه لوحديها ازاي. هاجي هنا مثلا، لو في مجموعه قبل كده هلاقيها موجوده هنا، اقدر اضيف ليها. هقول له روت نيو لاين، انا هعمل مجموعه جديده هسميها مثلا تاج كذا ونمبر كذا، السايز هتبقى ايه، السبيسيفيكيشن اللي هشتغل بيها ايه، فحددت كل اللي انا عايزه. تمام. طيب بقول له اساين، يبقى انا كده هرسم بالرقم دوت. تمام. ممكن لما اجي ارسم تاني اختار نفس المجموعه او مجموعه تانية. هبدا ارسم البايب بتاعي. تمام. انا هنا كده مفعل الكامباس معايا، تمام، بحيث ان انا اول ما ارسم هيديني الشكل دوت. تمام. بحيث اقدر اتحكم في الزاويه بتاعتي. طيب لو انا مش فعاله معايا، هتلاقي نفسك حر ومفيش اي حاجه خالص ظاهره معاك، وتقدر ترسم زي ما انت عايز. تمام. طيب خلينا نفعلها ونشوف ايه اللي بيحصل. طيب. لما اجي اقول له روت بايب، هقول له انا هشتغل على نفس اللاين او هجيب حاجه تانية. هقول له الكامبس فعلها لي. بلاقي عندي هنا ده مجرد ارشادي، الجزء اللي فوق ده مجرد التاجل تيك ماركس، ده ارشادي. بمعنى اقول له مثلا قسمهم لي 15. تمام. وابدا ارسم، هلاقي ان هو قسمهم لي اهو ل 15، بس مفيش سناب، مفيش تجاذب. بترسم انت كده ايه مع نفسك، بس عرفت التقسيمه بتاعتها. ممكن اقول له لا، خليهم لي بدل 15 خليهم لي مثلا 30، فلاقي التقسيمه اتقسمت 30. تمام. اهي ايه، تلاحظ المسافه دي من هنا لهنا مثلا المفروض ان هم 90 متقسمين 30 60. تمام. ممكن اقول له لا، قسمهم لي مثلا 45، فلاقي اهي بقت ده هنا من هنا من 0 ل 90 مثلا في النص، بس مفيش تجاذب، يعني انت ماشي كده براحتك. تمام. طيب لما اجي افعل بقى التجاذب، هتلاقي ان هو مرتبط بالزاويه اللي هي 15 دي. تمام. اه، ب 15 30 45 60 75 90، فمديني مضاعفات ال 15. ممكن اخليهم بدل 15 اخليهم 23 30 45 زي ما انا عايز. تمام. طيب اللي بعد كده دي حاجة اسمها تاجل تولرانس، يعني يقدر يبقى فيه انحراف بسيط عن الرقم، يعني مثلا 90 تبقى 91 او 92 لو لقى ان هو هيتجاذب لعنصر من العناصر. تمام. فده بيديني سماحية ان انا مش لازم 90 بالظبط، ممكن 91 او 92 لو في مصلحة ان انا مثلا هبقى موازي لحاجة، او ان انا هعمل تجاذب مع عنصر ثاني وهكذا. تمام. طيب لو انا مش عاجبني اللون الاحمر دوت، في ناس بتتضايق من اللون الاحمر، مرض في العين مثلا عايز يخليها ازرق، هتدوس على السهم الصغير ده وهتيجي هنا تقول له انا عايز اللون ده مثلا ازرق، اختار مثلا لون البلو. تمام. اهو طبعا البلو مع الخلفيه السوداء يعني ما شاء الله. ممكن تقول له مثلا عايز هيلو، الديامتر بتاعك قد ايه اللي هي القطر دوت. ممكن اقول له بقى خلي القطر ده مثلا 400. تمام. اهو تلاقي الدايره دي كبرت معايا على اللي انا ايه هبدا اشوفها التجاذب معاها بيعمل ازاي. ممكن اثبتها كده بحيث تفضل معايا وانا شغال، بحيث لو انت كل شويه